يا عيون عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبان تعبان سهر، يا عيون عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبان تعبان سهر، كتروا من حب تلاقوا 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 في الضلمة قال في قمر. بنحب يا ناس لكدبنا وقلنا ما بنحبش، والدنيا يا ناس من غير الحب ما تتحبش، من غير الحب ما تتحبش. حتى اللايمين دايبين عاشقين دايبين عاشقين، لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، وأطير وأرفرف بالفضاء واهرب من الدنيا الفضا، اطير وارفرف بالفضا واهرب من الدنيا الفضا. بكفايه عمري كفايه عمري اللي انقضى، وانا بخاف من الملامه وانا بخاف من الملامه وقال من الملامه. جميل يا استاذ جابر، جميل جميل. ما تنسوش النهارده ليله راس السنه في سهرتنا الجميله معانا الفنان الجميل جابر النمر. استاذ جابر تقول ايه للمشاهدين كل اهلنا في مصر وخارج مصر؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم. اللي ما لحقش حاجه في سنه 2020 ما فرحش بيها، يا رب يديها وعدها له في سنه 21. مصر بلدنا ورئيسنا بخير وحكومتنا وجيشنا بخير وشرطتنا بخير ومخرجنا استاذ ايمن بخير واولاده، كل سنة وطيب. أستاذ محسن، وتحية خاصة لجميع زملائي الفنانين سواء في مصر أو خارج مصر، من العرب أو من الخليج أو من القاهرة، تحياتي للجميع. دمتم وأسرتي بقول لها كل سنة طيب، وزوجتي اللي دايما بتتعب معايا بقول لها ربنا يبارك لي فيكي وفي أولادي وفي أحفادي، كل سنة طيبين، بحبكم كلكم. نمر مصر. شكرا للفنان جابر النمر، وما زلنا معكم في السهرة ليلة راس السنة. كل سنة طيبين، تابعونا معنا فقرة جديدة وجميلة أوي بعد الفاصل، هنشوف فقرة جميلة أوي تعجبكم كلكم. باي.